وفي كلمة لدى انطلاق الاحتفال بمرور 50 عاما على العلاقات الإماراتية المصرية، أكد فخامة عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة أن العلاقات بين البلدين قائمة على مشاعر الأخوة والصداقة الحقيقية فقط، بل كذلك على الفهم الواقعي لظروف المنطقة والعالم، مشيرا إلى أن تعزيز التعاون والمصالح المشتركة يمنح هذه العلاقات قوة واستدامة عبر الزمن. نحتفل اليوم بمناسبة غالية وعزيزة على قلب كل مصري، وهي مرور 50 عاما على العلاقات المصرية الإماراتية التي تمثل نموذجا مثاليا للعلاقات الطيبة القوية التي تجمع دولتين وشعبين شقيقين. وفي الواقع فإن العلاقات بين مصر والإمارات تميزت دائما بأنها قائمة ليس فقط على مشاعر الحب والأخوة والصداقة الحقيقية، بل كذلك على الفهم الواقعي المتعمق والدقيق لظروف المنطقة والعالم، وعلى التكامل وتعزيز التعاون والمصالح المشتركة، وهو ما يمنح هذه العلاقات قوة واستدامة عبر الزمن.